على طاري الوالدة، أنا درست في أمريكا أول بعد الثانوي، رحت بعثة لأمريكا. فأول سنة، أول ما رحنا قعدنا سنة ونص، أنا يعني طولت نص سنة، المفروض سنة بس زودت عشان اللغة، عشان أتمكن من اللغة. فأتذكر بعد ما رجعت من أمريكا، طبعا ذيك الأيام ما كان في اتصالات زي الآن، ولا كان في جوال ولا شيء، يعني يمكن مرة واحدة اتصلت فيها بالتلفون بعد بشق الأنفس. فبعد ما رجعت أو اللي هي بعد سنة ونص، ونجاء الليل ونمت ذاك الليلة، والله يا جماعة أن الوالدة نايمة جنبي تقول أنا ماني مصدقة أنك أنت موجود عندنا، أنك رجعت. أي والله، فأنا تأثرت يعني، وكل ولا أنسى الموقف هذا، والله أنها نامت معايا إلى الصباح عشان تقول بعد عشان الفجر أقومك للصلاة تصلي الفجر. يعني الأم ما لها يعني، يبقى الابن صغير يعني كأني طفل ذاك اليوم نام جنبي يعني. فالأم مهما وصفنا، أسأل الله أن يجزيهم عنا خير ما جازى والدا ووالدا عن أبنائهم. الله المستعان. كأنك تذكرني بقصة أبو محمد يوم ترده ببيتين، جابته طعم كمشي 200 الله يجزاه خير، راجع قبل رمضان عشان يفطر معها. ما أجمل اللي.